93، الموبايل ده 128 جيجا، رامات 8، موبايل كسر كسر الزيرو، مفيش فيه خدوش ولا خرابيش. نفتح الموبايل ونتفرج عليه من الداخل. زي ما حضراتكم كده شايفين الموبايل مفيش فيه خدش، مفيش فيه خربوش. اقرب برضو الموبايل من الكاميرا، الاطارات بتاعت الموبايل سليمه 100%. الموبايل ده بسم الله ما شاء الله من الموبايلات الحلوه. كمان الموبايل معاه العلبه بتاعته ومعاه الشاحن الاصلي، ده الشاحن الاصلي بتاع الموبايل. موبايل من الموبايلات الحلوه، انصح اي حد يشتري اوبو اي 93، موبايل محترم جدا جدا جدا، موبايل حلو عملي. الموبايل ده البصمه اللي على الشاشه، موبايل خفيف، موبايل سريع، الوان حلوه، موبايل تحفه بجد. والموبايل ده كسر كسر الزيرو، مفيش فيه خدوش، مفيش فيه خرابيش. هبيع الموبايل ده ب 3700 باذن الله، معاه العلبه بتاعته ومعاه الشاحن بتاعه ومعاه حاجته بالكامل. موبايل بسم الله ما شاء الله حاله الزيرو، والسعر بتاعه برده مناسب بعد زياده الاسعار. تاني موبايل معانا موبايل اوبو اي 55، الموبايل ده 64 جيجا، رامات 4، برضو موبايل حالة كسر زيرو، مفيش فيه خدوش، مفيش فيه خرابيش، موبايل شبه الجديد. زي ما حضراتكم كده شايفين الموبايل حتة كسر زيرو، معاه العلبة بتاعته ومعاه الشاحن بتاعه وكمان معاه السماعة. السماعة بتاعته ما تفكتش من الداخل زي ما حضراتكم كده شايفين. موبايل بسم الله ما شاء الله 64 جيجا، رامات 4. الموبايل ده بصمة جانبية، 3 كاميرا خلفية، موبايل محترم جدا، مفيش فيه خدوش، مفيش فيه خرابيش. هبيع الموبايل ده ان شاء الله ب 3000 جنيه، كسر كسر الزيرو، اوبو اي 55. موبايل شبه الجديد بفضل الله كسر زيرو. موبايل نوت 11، شاومي نوت 11، 128 جيجا، رامات 4، كسر الزيرو برضو. الموبايل ده موبايل حالة فابريكا زي ما حضراتكم كده شايفين، 4 كاميرات خلفية، بصمة جانبية، موبايل من الموبايلات الحلوة اللي برضو لسه انتاج 22، يعني الموبايل ده انتاج 22، 128 جيجا، رامات 4. الموبايل ده هبيعه ب 3500 جنيه، كسر زيرو، مفيش فيه خدش، مفيش فيه، الاطارات كلها سليمة زي ما حضراتكم كده شايفين. نقرب الموبايل من الكاميرا، موبايل شبه الجديد بالظبط، موبايل معاه الحاجة بتاعته بالكامل، حاجة بتاعته تقريبا لم تستخدم، استخدام أيام يعني. السعر بتاعه حلو بالنسبة للزيادة اللي زادت. أنا الموبايل ده كنت ببيعه ب 3000 جنيه بس زاد الأسعار زادت. بعد كده معانا موبايل انفينكس نوت 8 اي، الموبايل ده 128 جيجا، رامات 6، موبايل حالة فابريكا زي ما حضراتكم كده شايفين، 128 جيجا، رامات 6، بصمة جانبية، 4 كاميرات خلفية، موبايل شبه الجديد برضو. بقرب الموبايل من الكاميرا عشان الناس اللي بتتعامل معايا، الإطارات سليمة، مفيش فيها خدوش، مفيش فيها خرابيش، والموبايل معاه الحاجة بتاعته بالكامل. شاحن بيعه ب 2500 جنيه، انفينكس نوت 8 اي، 128 جيجا، رامة 6، اي 03 اس، الموبايل ده كسر زيرو، مفيش فيه خدوش، الموبايل حالة الجديد زي ما حضراتكم كده شايفين، موبايل كسر كسر زيرو ولا خربوش واحد، موبايل شبه الجديد. الموبايل ده معاه الشاحن الاصلي بتاعه ومعاه السماعة كمان بتاعته، الشاحن والسماعة لم يستخدموا. الموبايل ده ان شاء الله باذن الله 64 جيجا، رامات 4، معاه الحاجة بتاعته بالكامل. هبيعه ب 2500 جنيه، كسر زيرو، بصمة جانبية، موبايل عملي، 3 كاميرات خلفية، موبايل خفيف، موبايل الإطارات بتاعته كلها سليمة، مفيش فيه الموبايل ده اللي اتقال عليه شبه الجديد، ب 2500 جنيه، سامسونج اي 03. بعد كده معانا موبايل شاومي نوت 11، برضه كسر كسر زيرو، ولكن ده 128 جيجا، رامة 6 مش رامة 4، تاني كان رامة 4، موبايل ده فابريكا بمعنى كلمة فابريكا، شبه الجديد. الموبايل عليه سكرين الظهر، اللي اشترى الموبايل ده حط عليه سكرين الظهر. موبايل ده 4 كاميرات خلفية، الإطارات كلها سليمة 100%، موبايل حلو ومعاه الحاجة برضه بتاعته نشوفها، مع
معاه الحاجة بتاعته بالكامل، الشاحن واللي هنا جراب وضمان شاومي نوت 11 ان شاء الله هبيعه ب 2000 ب 3900 جنيه. شاومي نوت 11 128 جيجا رام 6 كسر كسر زيرو شبه الجديد، العلبه لسه بحاجتها، بالسونج اي 02 الموبايل ده 32 جيجا رامات 3 برضو موبايل كسر زيرو لكن معهوش الشاحن بتاعه ومعهوش السماعه، الموبايل حالته نظيفه مفيش فيه مشكله، فيه بعض الخدوش في الظهر زي ما حضراتكم كده شايفين، الموبايل اطارات سليمه، الموبايل مش محلول، الموبايل ده 32 جيجا رامات 2 معاه علبه فقط، 2 كاميرا خلفيه، الموبايل ده بصمه واجهه فقط، هبيع الموبايل ده ب 1300 جنيه، الموبايل مش محلول. سونج 12 الموبايل ده 64 جيجا رامات 4، موبايل كسر زيرو معاه الحاجه بتاعته، الشاحن، السماعه، الموبايل شبه الجديد ولا خربوش واحد، موبايل 4 كاميرات خلفيه، بصمه جانبيه، موبايل عملي جدا، الموبايل ده باذن الله هنبيعه ب 2000 جنيه، 64 جيجا رامات 4 كسر كسر زيرو. بعد كده معانا موبايل شاومي، موبايل امكانيات كويسه، شاومي مي نوت 10 لايت، الموبايل ده طبعا الإضاءة جايبة إن الشاشة بتجري ولكن إن الشاشة مفيش فيها غلطة، موبايل بسم الله ما شاء الله 128 جيجا رامات 4، الموبايل ده فاضي 128 جيجا رامات 8، الموبايل ده مش 4، الموبايل ده 4 كاميرات خلفية، الموبايل ده فاضي معهوش حاجة، بإذن الله هبيعه ب 3500 جنيه. طبعا الموبايل اللي أنا شاريه ويكون معهوش العلبة بتاعته بعمل مبايعة وببصم اللي أنا اشتريت منه الموبايل عشان أكون في أمان، لكن الموبايل بسم الله ما شاء الله حالته فابريكا، الموبايل ده اللي هي الشاشة الإيدج، الشاشة المنحدرة، موبايل الإطارات كلها سليمة، موبايل محترم جدا، عملي جدا، كاميرا عالية جدا، الموبايل ده هبيعه ب 3500. ايفون 8 بلس، الايفون ده بسم الله ما شاء الله حاجة بقى محترمة جدا، بطارية 88، الايفون ده مش محلول، 128 جيجا، ايفون حالة بتاعته فابريكا زي ما حضراتكم كده شايفين، كل حاجة شغالة مش مفتوح، موبايل كشف عليه، الايفون ده كشف عليه مش محلول، الايفون ده إن شاء الله هبيعه ب 4000 جنيه. كسر كسر زيرو، اللون بتاعه مميز جدا، الايفون دوت معاه شاحن اصلي فقط، الايفون ده معاه واي 6 بي، الموبايل ده معهوش حاجه، الموبايل ده فاضي 64 جيجا رامات 3، هبيعه ب 1400 جنيه، كسر كسر زيرو، الاطارات سليمه كلها، مفيش فيه خدش، مفيش فيه خربوش، كل حاجه شغاله ومش محلول، برضو بعمل بالموبايلات ديت الموبايل ده 64 جيجا رامات 3 برضو، 3 كاميرات، 4 كاميرات خلفيه، بصمه خلفيه مش محلول، الازازه الخلفيه بس مكسوره، لكن الموبايل سليم 100%، مفيش فيه غلطه، الموبايل ده باذن الله هبيعه ب 1400 جنيه. وده بيكون اخر موبايل معانا باذن الله.